طبعا انا حبيت النهارده يعني انتوا كنتوا عايزين تشوفوا محمد خطيب بنتي، وهو من ساعتها بنقنع فيه ان هو يتصور معانا، هيتصور معانا اللقطه دي بس، وكمان هو قطف الرمانه الوحيده اللي عندنا على السطح وهيفتحها، ومش عارفين بقى، انا حاسه انها لسه خضره بس هنفتحها برضو مع بعض ان شاء الله. افتحها كده يا حمو. ده جميل لا والله حمرا. والله جميل. طب والله ما كنت اتوقع لا ان لا هي لا لا كده لا لا خالص. لا، محمد ده يدوقها كده الاول طعمها ايه؟ قول لنا رايك. ها ده تحفه، والله ده حلو. ده جميل. يا سلام اه جميل. بس دوقني يا عم، الوحيدة هات يا عم، دوقني واحده ولا حاجه، ده تاكلها كلها. انا كنت متخيلة انها خضرة. لا ده جميله خالص، لا مش خضرة ولا حاجة، ده لونها احمر كمان. بس برضه زراعه رمانه يعني سنه يعني كامله. احنا بقالنا كام شهر عشان ناخد الرمانية ديت؟ احنا زارعينها من السنة اللي فاتت الرمانة دي، ونشفت في الشتاء ورجعت خضرت تاني في الصيف، وقضينا الصيف كله، الصيف خلص واحدة عشان بس. رمانية. اه والله عشان وانا اللي رمانية، قطفتها. وانت اللي قطفتها، رزقك بقى. وعشان كده احنا دايما بنقول ما نزرعش فواكه على السطح. ايه اللي يذلني سنة كاملة او سنتين اهوت عشان نطلع رمانية واحدة؟ مش مستاهلة. انا لو زرعت حاجات ورقية او حاجات خضار هيخلص بسرعة، وهاكل منه بسرعة، وهستفيد منه كذا كذا دورة وكذا أكل، أحسن من كده مش بكتير. ممكن ام عبد الرحمن تتصور مع محمد وانا لا. لا لا، مش عارفين انتوا معزته وحب ليه قد حبيبي ايه. يعني محمد بيه يعني بسم الله ما شاء الله، في معزه عبد الرحمن تسلم وامنيه ومحمود، تسلم يا ويمكن ربنا. اكتر شويه. هقول لك اكتر شويه ليه؟ لان ليه؟ انت حافظ القران. تسلم. واي انسان حافظ القران انا ليه احترام وليه وضع وليه تقدير. تسلم. وانا محمد لا اخفيك سرا ان انا اكتر يعني وافقت عليك فورا لما قالوا لي محمد خاتم القران الكريم. وده شرف لي والله، ده شرف لينا احنا يا حبيبي. ده والله شرف لي والله. محمد انت ليك صفحه على الفيس؟ ايوه، باسم باسم القارئ محمد صلاح حج. وليك قناه على اليوتيوب؟ ليا قناه على اليوتيوب بس ما بنهتمش بها الفتره دي، ان شاء الله نبدا ان نظبطها ونهتم بها اكتر ونعرضها باذن الله. يعني عموما يعني انتوا سمعتم في فيديو من الفيديوهات، والناس اللي بتتابع القناه جزئيه صغيره قوي، انت كنت كانت جزئيه تلاوه صغيره قوي يا محمد تقريبا في فيديو من الفيديوهات، ولكن انا عاوزكم. هو الفيس دايما الفيديوهات الحديثه كلها عليه والحاجات الحديثه، لان انا بهتم بيه اكتر عشان خاطر شغلي بيكون عليه اكتر. ايوه، وجمهوري كله تقريبا 100% منه على الفيس يعني. فان شاء الله الفتره الجايه بنبدا نهتم باليوتيوب كمان ان شاء الله. طبعا خشوا على الفيس زي محمد ما قال، باسم القارئ محمد صلاح حج بالعربي، القارئ محمد صلاح حج باللغه العربيه، صورتي على البيج يعني. واكتبوا لنا بقى في التعليقات ورايكم، وانا عاوز اقول لكم انا رايي انا شخصيا بسم الله ما شاء الله. محمد يعني سمعني امبارح بعض التسجيلات، قال لي هديك بعض التسجيلات المميزه لكتاب الله، وبصراحه كان صوت بسم الله ما شاء الله. ربنا يزيدك ويبارك لك يا حبيبي يا رب باذن الله، وذريتهم بعضهم من بعض باذن الله. ربنا يكرمك يا محمد بالذريه الصالحه يا رب، واولادك باذن الله يا محمد هتكون حريص على تحفيظهم القران. اكيد طبعا، اكيد طبعا، ربنا يديك حاجه اصلا يعني ان شاء الله بتكون حريصه على كده اصلا باذن الله. يعني باذن الله ربنا يا حبيبي يجعلك من يديك الذريه الصالحه ويبارك لي فيك كده باذن الله. وام عبد الرحمن اول حاجه هياكلوها ايه يا عبد محمد؟ الزقزق. طب انا هاكلك زقزق، تاكل الزقزق؟ ما انا هاكل زقزق اكيد يا عمال العيال وانا لا يعني. حبيب قلبي يا محمد، طبعا حبيت اعرفكم النهارده بمحمد، وام عبد الرحمن اقنعته يعني بعد ايه يعني بعد شقاء، وانت منورنا باذن الله. اعمل لك عندي فيديو كل اجازه. ماشي يا عم. طب ما تسمعنا حاجه كده بسيطه. محمد انت سمعتني مقطع، وانا يعني مش عاوز اسيب الفيديو من غير ما الجمهور يسمعه. نعم. وترى الجبال. حاضر. وأن ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وأن ترى الجبال تحسبها سبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله
الله ينور الله ينور. بسم الله ما شاء الله. ربنا يزيدك يا حبيبي ويكرمك ويبارك لي فيك حبيبي وابن الغالي محمد حجي القارئ، اللي نقوله ايه بنسمينه ايه، قارئ الشباب. قارئ الشباب حبيبي يا محمد حبيبي، ونتابع الفيديو مع ام عبد الرحمن ونشوف هتعمل النهارده. طبعا الصندوقين دولت اللي احنا زارعين فيهم الجرجير، وزي ما انتم شايفين كده معظم الاوراق من الحر ناشفة، فانا هخلع الجرجير بتاعنا النهاردة، هخلع الصندوقين دولت، لان يعني بصراحة انا نفسي في الجرجير، وهنزرع مكانهم برضو جرجير تاني. اللي كانوا بيقولونا الفترة دي نزرع ايه، نزرع حاجات ورقية. الجرجير من الحاجات اللي بتفلح صيف شتاء، ممكن نزرع فجل، بس الفجل بيبقى يعني ضعيف شوية في الوقت الحر ده، نصبر عليه شوية شهر كده ولا 15 يوم كمان ونبدأ نزرعه، هو والخص. هنزرع معاكم الخص والجرجير، ونزرع المزروعات الورقية بتاعتنا بتاعت الشتاء، ونشوف السنة ده هنزرع ايه. وهنروح انا وابو عبد الرحمن كمان نجيب شتلات كرومب وكرنبيت عشان نزرعها. وطبعا السطح بيبقى انتوا شفتوه قبل كده، بيبقى شكله روعة، مش بياكل ال بياكل الضراوة. شوية جرجير حلوين والله، رغم ان معظم الورق ناشف من الشمس، لكن بقيت الورق بسم الله ما شاء الله، يعني عايز اقول لكم ان هو كفاية الفايدة بتاعته. كنت لسه بقول لابو عبد الرحمن لو عندي برد هاكل ورقتين هخف. دي حزمة الجرجير بتاعتنا، يلا بينا ايه نوكل الطيور بتاعتنا. احنا هناخد بقية الصندوق ده نوكله للزقازق، ونوكل الوز بتاعنا، وكمان الرومي. انتوا عارفين ان احنا معودين الرومي بتاعنا على الخضار، من الحاجات اللي هو بيحب ياكلها. كمان بنوفر في العلف، ودايما احنا بنقول احنا بنزرع الحاجات اللي بتوفر لنا اكل لنا واكل للطيور بتاعتنا. شويه حلوين اهم، عايزه اخرط شويه كده للطيور الصغيره وللفراخ. يلا بينا. هنبدو دول الاول كده للوز، مش محتاج تقطيع. يلا بينا ناكل الزقزق، هو كفايه عليهم كده، هم هياكلوا، مش هيسيبوا ولا ورقه. طبعا الناس اللي طلبوا مننا الوز ان شاء الله احنا منتظرينهم الشهر الجاي باذن الله هيبداوا يبيضوا. وانتوا عارفين طبعا اللي احنا كان عندنا انتايه واحده، السنه دي عندنا ثلاثه، فهيبقى الانتاج بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يسهل ونملى السطح ده ونوزع لكم لكل المحتاجين وز، يجوا ياخدوا من عندنا باذن الله. طبعا نوعيه الوز اللي عندنا دي زي ما انتم شايفين كده نوعيه مميزه جدا، والاحجام بتاعتها كبيره زي ما انتم شايفين. طبعا اللي انتم شايفين في الصوره غير اللي قدامنا خالص، يعني الواقع اكبر من الصوره بكتير. فاللي كان في تعليق كمان، واحد بيقول لي ان الوز بتاعي تقريبا في سن الوز بتاعكم، لكن الوزن بتاعه كان 2 كيلو تقريبا، 2 كيلو ونص، فده الطبيعي. لكن اللي عندنا مش طبيعي، لان هو بياكل اكل نظيف، بياكل زرع اورجانيك بدون اي كيماويات، فبرضه صحته حلوه زي الطفل كده اللي بتاكله اكل نظيف، والطفل التاني بتاكله نفس الاكل بس فيه كيماويات، اكيد طبعا صحته هتتاثر وحجمه هيتاثر بالاكل اللي هو بياكله. فاحنا دايما بنهتم باكل الطيور اللي عندنا، وبنهتم بالزرع بتاعنا، وبنزرع لهم حاجات مخصوص ليهم عشان صحتهم، عشان الاحجام تبقى مظبوطه زي ما انتم شايفين كده.
وطبعا زي ما انتم شايفين كده السلاله بتاعتنا سلاله مميزه باذن الله. هنوفر لكم السنه دي احلى سلاله تربوها عندكم. السنه اللي فاتت ما بعناش منها لان بصراحه احنا كان نفسنا ناكل من الوز ده. كانوا مطلعين 7 ولا 8، كان 7 باين تقريبا او 8، فاحنا ذبحناهم كلهم وسيبنا 3 وحدات بس مع الذكر الاساسي بتاعنا، ودولت هينتجوا لنا انتاج عالي باذن الله السنه دي ان شاء الله ويتوفر لكم منه. يلا بينا بقى نروح على الزقازق وناكلهم هم كمان. الرومي عايز ياكل هو كمان. لبس الزقازق بقى، تعالى كده شوفوا النينيات اللي ورا ده كبروا. بص بص بص، ايوه تعالى نحط له مرقتين كده عشان هو هيتجن وياكل من الخضار. هجيب لهم انا اقطع لهم لوحدهم. هنا الزقازق بتاعتنا بقى اللي احنا دايما بنربيها، وعارفين طبعا احنا بنربيها ليه. هنا اولاد امنيه بنت باذن الله، اول اولاد هيجوا عندنا واول احفاد هياكلوا من الزقازق دي باذن الله. شوف شوف الفرحه، لا شوف الجمال بقى، شوف الجمال اللي ورا ده. ايوه هياكلوا الخضار اهم. خد هذا، انا بشد اللي في ايدك. خد خد يا لولا، خد يا لولي يا جبان، تعال هات لي اللي ورا ده جبن. مستخبيين شكلهم عسل. دايما بتجيلي تعليقات الزقزق ده نوع من الفيران، الزقزق ده بيتاكل، الزقزق ده مش بيتاكل، الزقزق ده بيتاكل وبناكله للاطفال بالاخص لان هو سريع الهضم، ما بيتعبهمش وما بيجيب لهمش مغص. يعني الطفل هو عنده سنه يقدر ياكل اول لحمه ياكلها تنزل بطنه بتكون من لحم الزقازق ده. شوف شوف الجميل اللي تحت ده، شوف 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 لونه جميل. الله بشعر، شعر زي ابوه. يا عسل ده احلى واحد فيه، اكتر واحد بحبه فيه. شوف الجميل اللي ورا ده، اللي ورا ده جبان شوية. جايين اهو، شوف الاسود جميل برضه. انا حاسه ان فيهم واحد زياده النهارده. يلا بينا. انت خايفه كده ليه؟ الرعب ده. ده أجمل حاجة ممكن تاكلها الطيور على الصبح، تعمل لها مناعة خاصة في الفترة اللي احنا فيها ديت، بتنتشر فيها الأمراض الفاصل ما بين الصيف والشتاء، بتكتر أدوار البرد عند الطيور والله وعند البني آدمين برضه، بس عند الطيور أكتر يعني. فاحنا دايما بنحب نرفع جهاز المناعة بتاعهم ونقويهم بالخضار اللي احنا بنقطعه، ويكون خالي من أي كيماويات وزرعينه عندنا على السطح. تعال طيب، هل الطيور ممكن تتغذى على الخضار بس؟ هسألكم نفس السؤال، هل انت ممكن تعيش على الخضار بس بدون لحمة بدون نشويات؟ لازم تكون الوجبة الغذائية متكاملة زي اللي انت بتاكلها بالظبط، لازم يدخل جسمهم برضو النشويات والبروتينات والفيتامينات والسكريات، كل انواع الغذاء لازم يدخل جسم الطائر عشان يبقى متكامل صحيا زينا بالظبط. ما ينفعش ناس تربي على الخضار بس او ناس تربي على الحبوب بس، تمام؟ يعني زي ما انت بتاكل تاكل طيورك. وبعد ما اكلنا برضو جزء صغير من الطيور بتاعتنا، ما اكلناش الطيور كلها، ده احنا لسه هناكل ونشرب ونكنس لبعض الطيور كمان.
الفيديو بتاعنا طويل فمش هنطول عليكم وكفايه عليكم كده النهارده. بنشكركم على المتابعه، بنشكركم على التعليقات الجميله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.